ناس كتير مننا بيعدي عليها مواقف بتحس ان هي شافتها او عاشتها او حلمت بيها قبل كده، مع ان المواقف دي اول مرة تشوفها والمكان اول مرة تروحه وكمان ما حلمتش بيها قبل كده، وفي الغالب الموقف ده بيبقى اول مرة يحصل لك فعلا. الموضوع ده بقى لو كان بيحصل لك لازم تعرف انت عندك ايه بالظبط، والحالة اللي عندك دي اسمها ديجافو. الديجافو كلمة أصلها فرنسي معناها شفته قبل كده أو وهم سبق الرؤية، واللي سماها المسمى ده عالم ما وراء النفس أو البارا سيكولوجي العالم إيميل بويري. وبرغم إن الموضوع ده بياخد ثواني بس في التفكير إلا إن ناس كتيرة اجتهدت في تفسيره. ناس قالت لك إن الموضوع ده عبارة عن جزء مجهول في ذكريات قديمة جوه المخ، وناس قالت لك يا عم ده خيال بسيط جدا مش مؤثر وبيعدي ما فيهوش أي مشكلة، وناس كمان قالت لك إن الجنين وهو في بطن أمه بيعدي عليه شريط حياته كله من أول ما تولد لغاية ما يموت، فبالتالي لما الموقف ده بيتكرر معاه بيحس إن هو شافه قبل كده، وهو ده إحساس الديجافو. طيب إيه هو التفسير العلمي للظاهرة الغريبة دي؟ التفسير العلمي بالبلدي كده بيقولك إن مخ الإنسان عبارة عن فصين، فص يمين وفص شمال، وخلال نقل المعلومات من الشرايين للمخ لما بيحصل تعامل مع الناس أو حدوث موقف معين أو رحنا مكان معين بيتم نقل المعلومات للفصين في نفس الوقت، وفي اوقات معينه بتوصل فيها المعلومه للفص اليمين قبل الفص الشمال، فبالتالي لما بتوصل للفص الشمال بعد سبق رؤيتها في الفص اليمين بيحس باحساس الديجافو اللي هو سبق الرؤيه. من ضمن التفسيرات العلميه ان في علماء عملت دراسه على شخص بيتكرر معاه موضوع الديجافو ده بصوره كبيره، اكتشفوا انه بياخد علاج للبرد بكميات كبيره زي الامانترون والفينيلبر بروبان والفينيلبر بروبان ملامي والفينيلبر بلوبو ملايين ما علينا هنسميه عم أمين. كان بياخد كميات كبيرة من الأمانترول وعم أمين. ومن ضمن التفسيرات العلمية برضه هو ارتفاع معدل الدوبامين على أجزاء من الفص الزمني في المخ. وبرغم إن الديجافو في الغالب بيشوفها حاجة طبيعية جدا أو إحساس طبيعي جدا، إلا في أنواع منها للأسف مش طبيعية خالص. بالنسبة بقى لأنواع الديجافو هما ثلاث أنواع، نوعين يعتبروا أنواع طبيعية جدا ويعني والبعض شايفها إن هي مش مؤثرة على العقل في أي حاجة خالص. النوع الثالث ده بقى قصة وحكاية ورواية. النوع الأول الديجافيكو، والنوع ده يعتبر النوع الأقرب للديجافو أو وهم سبق الرؤية، وده أكتر نوع منتشر بين الناس وخصوصا في الأعمار ما بين 15 و25 سنة، يعني الواحد في المرحلة دي بيبقى مركز كده ولسه دماغه صاحية وعقله زي الفل، لكن بعد اللي بيشوفه بعد 25 سنة بتبقى يعني بقى صعبة جدا يعني، فمش مستحمل فبيطلع من حاجة اسمها من الديجافو أو قصة الديجافو دي وبيخش في قصة تانية خالص اللي هي بتاعت الزهايمر. المهم ما علينا، النوع التاني هو الديجا سانتي أو سبق الإحساس، والنوع ده بتبقى عبارة عن أفكار أو جمل بتيجي على بالنا بنحس إن إحنا فكرنا فيها قبل كده، والأفكار والجمل دي ما بتبقاش متعلقة بأحداث أو مواقف موجودة في الحقيقة، هي مشاعر وافكار بنحس بيها بس. النوع الثالث هو الديجا فيزيت. النوع الثالث ده بقى هو النوع اللي ما وراء الطبيعه بجد، نوع غريب ونادر حدوثه بس للاسف موجود وحصل، والنوع ده عباره عن ان الانسان بيروح لمكان لاول مره وبيحس وهو جوه المكان انه زار المكان ده قبل كده، وبيتصرف في المكان كانه موجود فيه كل يوم وزاره اكتر من مره. واحد ممكن يقول لي ما الموضوع عادي خالص، ما انا ممكن احس نفس الاحساس عادي لما اروح مكان لاول مره، بس الغريب ان انت تبقى عارف كل التفاصيل وكل الطرق وكل المواصلات اللي توصل ليه، ده اللي مش طبيعي خالص اكيد. الخلاصة موضوع الديجافو ده موضوع طبيعي جدا، واكتر من تلتين سكان الارض بيمروا بالاحساس ده، وزي ما اتقال في ما وراء الطبيعة لو عقلك لعبك خده على قد عقله وبلاش تلعبه، اوعى تلعبه. بس كده هي دي الخلاصة، وما تنساش خده على قد عقله. وانا خلاص خلصت، سلام عليكم.